Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and this is again Akh Kamuj TV, and welcome sa ating panibagong episode na kung saan ang sura naman nating babasahin ay ang sura Al-Yunus. Okay, so ito ay request ng ating isang follower dito sa ating Facebook page. So, ukhti, para sa iyo ang surang ito. So, sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating FB page, eh wag lamang natin kalimutan i-follow at i-click ang notification bell para lagi kayo ma-notify sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Huwag lamang ninyo pong kalimutan ang ating YouTube channel. Kung sakaling mag-visit kayo ay paki-subscribe lang para lagi din kayo ma-notify doon. Okay, so magsisimula na po tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار
وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.